جاءة ستسعد الكثيرين من عشاق السفر وستفتح آفاقا واسعة للطيران الاقتصادي في السلطنة ليساهم في تنمية قطاعات عدة أهمها القطاع السياحي. فتدشين الهوية التسويقية لطيران السلام المستوحى من طبيعة عمان الخلابة رسم الأمل بفتح الباب أمام حقبة جديدة لقطاع الطيران داخل السلطنة. فقبل نهاية العام ستنطلق الرحلة الأولى لهذا الطيران بين صلالة ومسقط، مع التأكيد بأنه لن يكون طيراناً محلياً فحسب، بل طيراناً دولياً يعتمد على مجموعة من الخطوط القريبة جغرافياً في المراحل الأولى. أما عن بيع التذاكر الخاصة بهذا الطيران فسيبدأ خلال شهر من الآن، وأن موقعه الإلكتروني سيكون جاهزاً خلال 3 أسابيع. وسيعتمد طيران السلام على تذاكر مخفضة السعر في البداية، مؤكداً أن الأسعار ستكون أقل من 50 ريالاً عمانياً من مسقط إلى صلالة، ومن الممكن أن تصل قيمة بعض التذاكر بين 30 و35 ريالاً عمانياً مع وجود عروض خاصة للعائلات والشركات.